السلطة الوطنية الفلسطينية، النظام الفلسطيني، السياسة الفلسطيني يستقبل ليس فقط الإدارة الأمريكية الجديدة بترتيب البيت الداخلي، وإنما أيضا الإقليم. الإقليم العربي يتغير سريعا، والعالم أيضا يتغير سريعا. الإدارة الجديدة، إدارة بايدن، أيضا لها رؤية ومقاربة مختلفة عن إدارة ترامب، وبالتالي أنت تلاحظ الحركة السريعة في الإقليم كله، وليس فقط عند الفلسطينيين. لكن إحنا بالنسبة لنا، نعم، نحن ننتهز هذه الفرصة، فرصة تغير الإدارة إلى إدارة مختلفة وبرؤية مختلفة، نستقبلها أيضا بهذا الترتيب الداخلي الذي يراد منه إرسال رسالة للعالم كله: نحن شعب ناضج، نستطيع إدارة أنفسنا بأنفسنا، نستحق دولة ونستحق الحرية زي أي شعب آخر. يعني أنا بعتقد إنه الانتخابات التي تم إصدار مراسيم بها من قبل الرئيس أبو مازن وتحديد مواعيد لها بدءا من 22 من شهر مايو أيار القادم، بدءا بالانتخابات البرلمانية، وبعد ذلك في 31 من تموز الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك استكمال المجلس الوطني الفلسطيني في 31 من آب القادم. هذه استحقاقات لها علاقة بترتيب وضع الداخل الفلسطيني، أولا على صعيد تجسيد الديمقراطية الفلسطينية، الأمر الثاني تعزيز دور المؤسسات القيادية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والأمر الثالث ربما أنها تشكل عامل مهم ومدخل رئيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة، وتسييد وحدة وطنية فلسطينية وشراكة على الأرض، وهذا الذي نصبه من أجل تحقيقه. لذلك ليس هناك يعني قضايا لها علاقة بما يتم إشاعته أن هناك تدخلات خارجية وغير ذلك من أجل المضي بإجراء هذه الانتخابات. هذه الانتخابات هي استحقاق داخلي فلسطيني، وأيضا إرادة فلسطينية من أجل تعزيز الدور الفلسطيني في مواجهة كل التحديات والمخاطر.